أعزائي المتابعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي معايا مفاجأة كبيرة جدا. النهاردة جايين نتكلم عن خفير، الشاب الأسباني اللي صحي من النوم لقى نفسه فقد الذاكرة في سنة 2027. خفير شاب أسباني صحي من النوم لقى نفسه فقد الذاكرة وموجود في مدينة فالنسيا الأسبانية. إيه حكاية خفير ده؟ هنعرف بعد الفاصل. خفير الاسباني او الناجي الوحيد زي ما مسمي نفسه على التيك توك، وبمناسبه التيك توك هو النهارده وصل 5 مليون متابع على التيك توك. المهم خفير بيقول ان هو حسب ادعاءاته ان هو شاب صحي من النوم لقى نفسه في سنه 2027، يعني بعد 6 سنين من دلوقتي، وفاقد الذاكره، لقى نفسه موجود في مستشفى مفيش حد حواليه خالص. القصه دي اتكررت معانا كتير قوي، في منها اتكرر في الافلام المصريه وفي منها اتكرر في الافلام الاجنبيه. في الافلام المصريه كان عندنا اشهر حاجه طباخ الريس اللي كان فيه الاستاذ طلعت زكريا والاستاذ خالد زكي، والمقوله الشهيره اللي الاستاذ خالد زكي بيتصل بيقول له وديته الشعب فين يا حازم. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ القصة الأجنبية بتكلم عنها فيلم أجنبي اسمه ذا ليك هاوس أو بيت البحيرة، وده فيلم جميل جدا بيقول إن في اتنين بيحبوا بعض، كان في فرق بينهم تقريبا سنة بحالها واتفقوا، يعني في قصة كبيرة كده أتمنى الناس كلها تتابعه. المهم خفير بيعمل نفس القصة بس المرة دي بقى بيعملها باحترافية أكتر، لأن خفير وده السر اللي كتير ما يعرفوش بيشتغل في شركة استوديوهات، شركة إنتاج وعندها استوديو بتاعها. زي ما كتير قوي من الأفلام والمسلسلات بنعمل لوكيشن وبنقدر نخلي الناس تتوهم إن هي بتصور في حتة تاني زي السجون وزي كل حاجة. المشكلة بقى إن في ناس كتيرة تابعت خفير وصدقت إن هو في 2027، مع إن في فيديو من الفيديوهات في آثار أقدام موجودة على الشاطئ، هل معقولة إن دي بقى لها 5 سنين أو 6 سنين زي ما هي الهوا مغطاش؟ تاني حاجة، خفير كل المتابعين بتوعه عرب تقريبا، يعني والعرب بيطلبوا منه طلبات غريبة، روح مش عارف مدينة إيه، صور في مدينة إيه. للحقيقة هم عاملين الكلام ده باحترافية كبيرة جدا، بس أهم حاجة إحنا عايزين نوصلها للناس النهاردة إن خفير ده راجل شغال في شركة إنتاج وعندهم استوديو يقدر يعمل لك أي حاجة هو عايزها في أي مكان. وبكده نقدر نقول إن خفير أو الناجي الوحيد مقتبس القصة اللي هو بيعملها من فيلم طباخ الريس اللي هو تأليف يوسف معاطي. شكرا.